أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم على الأصل دور. حلقتنا النهاردة هنتذكر فيها أجمل ذكريات الطفولة اللي كلنا بنعشقها. مين فينا ما يفتكرش بقلز، كوكي كوك، بوجي وطمطم، وبريت اللعبة بتاع الجميلة، فنانتنا الجميلة نيلي. احنا النهاردة هنتذكر فنان قدر يسيطر على عقل الطفل بعروسة، وقدر ينافس بالعروسة المصرية شخصيات كرتونية عالمية. هنذكر النهاردة فناننا الجميل محمود رحمي. على فكرة احنا شخصين اسمينا سوا بوجي وطمطم، بوجي وطمطم، بوجي وطمطم. انتوا ولاد حلوين العبوا مع بعض ما تتخانقوش، ايوه كده شاطرين، يلا ويا يا ما تتكسبوش. نعمل ايه؟ رح نعمل رقصة ولعبة. نعمل ايه؟ رغم مرور 15 سنة على رحيل فناننا المبدع رحمي، الا انه لا يزال حاضرا في وجدان المصريين. مسلسله الأشهر بوجي وطمطم الذي استمر أكثر من 18 عام على التوالي، يعني متعلق بالصغار والكبار معا. اللي هيكلمنا النهاردة عن فناننا الجميل رحمي هي رفيقة دربه ورفيقة عمره، الأستاذة فوقية رحمي. أهلا وسهلا أستاذة فوقية. أهلا بيك، شرفت وأكيد الفنان رحمي. في البداية أنا عايزة أعرف بداية الفنان محمود رحمي في تصميم العرايس، هل كانت تصميم العرايس دي أول خطوة بدأها، ولا هو دراسته كانت إيه في الأساس؟ الفنان رحمي كان فنان وهو لسه في الثانوي أو صغير في السن، كان موهوب. الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، فكان بياخد جوائز وهو لسه في الثانوي. يعني كان في أهم وقته دي كان في غرفة الأشغال الفنية. اختار دراسته فنون جميلة، كان طالب متميز في فن النحت، كان نحات جبار. كان عمل معرض في سنة في أول ستينات كده، وهو كان هو خريج 64، كان عامل معرض هو لسه في أول حياته في هو طالب، فهو غير هذا المعرض، غير كل تاريخ مساره الفني. اللي كان في المعرض الفنان التشكيلي، كل المهتمين بالفن التشكيلي، فهو كفنان أصيل وفنان مصري له رسالة، عايز يوصل فنه للناس والإنسان المصري البسيط. فلقى كل الرواد الفن التشكيلي المهتمين فقط بالفن التشكيلي، فوقف وقفة في هذا الموضوع وغير كل مسار حياته لفن العرايس. كان التلفزيون بدأ يفتح 60 في هذا الفن الساحر الجميل اللي هو انبهر بيه لما شاف فرقة رومانية كانت في مصر في الخمسينات، فانبهر بهذا الفن، فهو رسالته وصلت من خلال العروسة، الشاشة هيشوفها ملايين، فهو عمل شغله ورسالته لملايين المصريين اللي وصل الفن بتاعه للمصريين خلال الشاشة الصغيرة من خلال التلفزيون، فالتحق بالتلفزيون وعمل قسم العرايس. عايزة أعرف بقى حكاية توتا وسمسم اللي محدش يعني يعرفها إلا قليل أوي. الفنان رحمي أدرك دور العروسة وأهميتها وإزاي تأثر في الطفل وإزاي يبني بها وجدان مجتمع من أول الطفولة. اختار العروسة، عمل آلاف العرايس وصمم آلاف العرايس من ساعة ما بقى في التلفزيون وأنشأ قسم العرايس. كان في برامج كتير قوي في التلفزيون، لما بتطور البرامج بتاعته كل انواع العرايس عملها، من العروس البوانتي للعروس الباتو للعروس المارونيت للماسكات، كل انواع العرايس اللي عملت الفنان رحمي عملها. وكان عامل من ايام سلوى حجازه الله يرحمها، كان في برنامج اسمه عصافير الجنه، كان في بولس وارنوب، بدا بارنوب العروسه الكوريشه اللي اي ام تعملها، جوانتي ارنب الام تعملها بالكوريشه، فكان عايز يعمل العروسه البسيطه المصريه. كان لما يروح السينما
كان بيشوف افلام كرتون، فكان بيبقى زعلان جدا جدا ان هو ازاي يبقى المصري اصل الفن، والفن الفرعوني والعروسه كانت مرسومه على على الجدران المصريه، وعندنا الشخصيه المصريه، ازاي الطفل المصري يتسول على الحاجات الاجنبيه. فكان كل همه نجح فيه انه يعمل الشخصيه المصريه اللي يرتبط بها الطفل المصري، اللي بتقدم له وجدانه، بتربطه ببيئته، بتعرفه كل عاداته المصرية الشديدة، وهذا اللي اتسم بيه فن الفن الرحمي. عشان كده وصلت شغله وصل للشعب المصري كله، عشان كل شخصياته مصرية. عمل بقلص بسيط جدا جدا جدا، وبرضو أثر في 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 في, في أجيال كتير. عمل توتا وسمسم، كان مسلسل كان جميل قوي، عمله باللغة العربية عشان عايز يخلي الطفل يعرف في لغته المصرية الأصيلة العربية. فهو كان عامل توتا بنوتة وسمسم، وهو كان طالع في المسلسل دور عمه بدور بشري فنان عرايس برضو، بيحكي لتوتا وسمسم الحدوتة قبل النوم، فكان يحكي لها الحدوتة وتيجي الحدوتة بالعرايس على المسرح. وكان برنامج كان اتعمل في السبعينات كان اسمه توتا وسمسم. ده كانت حكايه رحمي مع توتا وسمسم، لكن هو مش توتا وسمسم بس اللي عملها، عمل عرايس كلها تتسم بمصريه الشديده، اللي هي الطفل والمصر كله حتى العربي ارتبط بيها. وعروسه رحمي ليها عروسه رحمي حاجه مميزه، لا خدها من بره ولا لها شبيه، لا بره ولا جوه، هي عروسه رحمي المميزه اللي هي اتشهرت وعرفت الطفل واثرت فيه وعرفها وحبها. طيب كلميني عن مرحله تصميم بقلص، وليه اختار بقلص بالشكل ده؟ هو طبعا بقلص انا ما كنتش استجيت خالص، انا كنت وعامله في الستينيات، كان عصافير الجنه برنامج. فبقلص كان خده البساطه من الارجوز، العروسه المصريه اللي هي اصل العروسه المصريه الارجوز، ومن المهرج الاجنبي، فعملوا الكوره والطرطور واللبس المهرج، وبقى بقلص بالشكل ده اثر في الطفل. واشتغل بعد سالوى حكايه الله يرحمها مع المذيعة رشا مدينة ومع المذيعة نجوى إبراهيم، وأثر في الطفل، كانوا بيستنوا برامجه، وعمل الله يرحمه سيد عزمي كان الصوت بتاعه. فتشكيل رحمي وصوت سيد عزمي أثر في الطفل، والطفل كان بيحب بولز، وغدا دلوقتي بيحب بولز وبيحب يشوف بولز، مع إنها منتهى البساطة. وده سر الفن الأصيل، إن هو الفنان المصري الأصيل الجميل المخلص في عمله، اللي بيحب عمله قوي، اللي بيعمله بإخلاص شديد، عشان كده بيوصل وبيعيش. وكان هذا هو الفنان رحمي الله يرحمه. الله يرحمه. بتيجي نشوف حتة من بقلص. أعزائي المشاهدين، مع فاصل من أعمال الفنان ونرجع لكم بعد الفاصل. الأولاد كلهم بيلعبوا في الحوش، أنا قلت لأ. الأولاد أنا لا ألعب مع الأولاد. يا سلام. وقفت ميدي. لا. ده اللعب جميل مدام في وقته. لا 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 لا، أنا خلاص، أنا قلت أبقى مؤدب خالص بقى. وبعدين؟ بعدين وقفوا الطابور، طلعنا بقى الفصل. أنا قلت أكفي بقى، إيه خيري شري، وماليش دعوة لا أتكلم مع حد ولا أهرج ولا ألعب ولا أعمل حاجة خالص. دخل الأستاذ الفصل. رحت نايم. علشان ايه بقى؟ في شر خيري ومليش دعوه بحد خالص. يا سلام. دخل الاستاذ بقى شرح الدرس، انا ما سمعتوش لان كنت نايم. انت بقى خدتها من قصر عشان ما اتكلمش، عشان ما حدش كمان يتضايق. روحت بقى السيده ماما. قالت لي فين يا بولز الحاجات اللي قلت لك عليها؟ السيده ماما. قلت لها يا سيده ماما انا اديتها للاستاذ الشحات. فدخل الاستاذ بابا قال لي ايه يا بولز؟ قلت له ايوه يا استاذ بابا. قال لي انت ما جبتش الحاجات ليه؟ قلت له استاذ الشحات اديت له الفلوس بس. ودخلت بقى. ايه الادب ده؟ متشكر. يا سلام. وبعدين بس يا مدام ماما، ورحت قلع هدومي بقى وموطبه. ورحت داخل نايم. انا بنام دلوقتي من الساعه 6 واصحى الساعه 6 بعد طول. الساعه 6 على طول انا مؤدب. ما بتعملش حاجه يعني في حياتك؟ ما بتعملش حاجه اطلاقا خالص يعني. انام بقى لغايه الساعه 4 الصبح، واقوم بقى العب رياضه 4 الصبح، اتنطط كده بقى والعب رياضه، اتنطط اتنطط ساعه. والناس تحت نايمين. نعم. الناس اللي تحتكم نايمين الساعه 4 وانت بتتنطط فوق. يعني ايه غلطان ولا ايه بلا؟ شوف بقى يا سيدي. ايوه مدام ماما برضه انت غلطان.
غلطان خالص يا تولي. معقولة بقى؟ معقولة اعمل ده كله وتقولي لي غلطان؟ غلطان يا بقرس طبعا طبعا، ده حاجة ده انت بتبالغ بقى، بقت عامل زي افلام السينما. ليه بقى منا كده حاجات ما تتصدقش يعني؟ ليه بس؟ اصل المبالغة وحشة كمان يا بقرس. يعني ايه مبالغة؟ المبالغة يعني ان احنا نكبر الشيء. يعني نقول ايه؟ يعني انا هروح كده ايوه هجيب مثلا بتاع مليون جنيه. هديك مليون جنيه لو انت عملت دي. طبعا مش هديك مليون جنيه ولا حاجه ولا لحقت ولا مليون مليم. فدي مبالغ. دي انا بقى ايه بكبر الحاجه. يعني ايه؟ اللي هو الكذب اللي دمه خفيف يعني. ايوه يعني ابالغ في الاشياء. ايوه اقول يعني انا شايفاك 100 طبعا مش معقول لو انا النقطه اشوفك 2 بس لا واحد لكن فدي الحاجات انا مش جاي على بالي دلوقتي اقول لك شويه امثله لان انت الحقيقه فاجئتني. انا واخده ان انت نشيط وطفل كده شرح. انا شرح بس شرح. لكن شرح. هتعمل نفسك بالمنظر ده يا بقرس هتبقى ممل. انا طب اعمل ايه؟ طيب وزياده عن اللزوم بقى ما حدش يقول لمامته يا مدام ماما ولا يا استاذ بابا ولا الاستاذ الشحات مال ايه ولا الحاجات دي كلها. وبعدين تخش الفصل علشان يعني تبقى مؤدب زياده تقوم تسيب المدرس والاولاد وتنام. ما انا عشان ما اكلمش مع حد ولا حد يكلمني خالص. ما انا قلت بقى اعمل مؤدب بقى. تعمل مؤدب؟ المفروض ابقى مؤدب يا حبيبي يا بقلوس. مفيش حد بيعمل ان هو مؤدب، محدش يعمل ان هو شرير، محدش بيعمل. موضوع الحياه مش تمثيل يا حبيبتي يا مدام ماما. انا قلت امشي في طريق الاخلاق والادب. طب والعلم تبقى جاهل يعني؟ ما انا اخطات الطريق ده. هو يعني الواحد لما يتشقى شويه ويبقى دمه خفيف ولطيف يعني ممكن يذاكر برضه ويبقى كويس عشان يلمع مخه. يلمع مخه يبقى مثقف ومتعلم ومعاه شهاده ويشتغل لما يكبر. أيوة. يبقى مهندس، يبقى دكتور. أيوة. يبقى حاجات كبيره قوي.